هي الندوة التي تمحورت حول موضوع السينما والإعلام، وفي خلال هذه الندوة استمع الحاضرون وكان عددهم كبير جدا، منهم طلبة الكلية ومنهم مجموعة من الفعاليات داخل المدينة والجهة، بالإضافة إلى ضيوف المهرجان من الفنانين. هذه الندوة أطرها أساتذة شعبة الإعلام والتواصل الاستراتيجي، بالإضافة إلى ماستر الصحافة والإعلام الرقمي، وتم فيها تبادل الحديث حول مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بهذه العلاقة التي تربط بين السينما والإعلام. من هذه المحاضرات كان ما هو تقني كما عبر عن ذلك الأستاذ الدكتور سي هشام كزوت في محاضرته عن الفيلم الوثائقي، الأستاذ الدكتور سي مصطفى المريط أيضا خاض في مجموعة من الأمور الفلسفية الوجودية المتعلقة بإبراز هذه العلاقة بين المشاهد الجمهور وبين السينما من جهة أخرى. أيضا استمع الحاضرون إلى هذا البعد التسويقي الترويجي داخل الصناعة السينمائية من قبل الأستاذ الدكتور سي طاهر بن الحضري، سي طاهر بن الحضري اللي أعطى الحاضرين مجموعة من الأرقام حول ما تدره الصناعات الثقافية والصناعات الإبداعية على الاقتصادات العالمية، بمعنى نحن أمام السينما بمفهوم اقتصادي أكثر مما كانت عليه. أيضا استمعنا إلى الأستاذ سي عبد السلام العزوزي اللي هو رجل إعلام، وتحدث في مجموعة أيضا من القضايا التي ترتبط بهذا الهم الذي يحمله سينمائي من جهة، وأيضا هو عبارة عن بعد تسعى إليه الكثير من الفعاليات، لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى الجهات التي تدعم الفعل السينمائي والصناعة السينمائية. وختم هذه العروض الأستاذ الدكتور سي يحيى عمارة الذي تحدث عن العلاقة الأدبية بالسينما في هذا المجال، وقدم مجموعة من الرؤى الفكرية والفلسفية في الموضوع. ما شاقني في هذه الندوة هو هذا الحضور المتميز للطلبة، وكانت قاعة نداء السلام خاصة بهؤلاء الطلبة الذين حتما استفادوا، ونحن نتقدم من كلية الأداب وجامعة محمد الأول بخالص عبارة الشكر لإدارة المهرجان من جهة، إلى السيد رئيس جامعة محمد الأول الأستاذ الدكتور سي ياسين زغلول، إلى الأستاذ الدكتور سي مصطفى الطايل الذي هو المشرف على هذه الندوات، وكان لقاء في الحقيقة مفيدا للغاية لكل الذين حضروا.